والله وضعنا احنا مخيمة 18 هنا وضعنا اللي جاي تلاحظون يعني شنو وضعنا الزين شنو الوضع نبيه، ما عندنا وضع زين بيه، ما عندنا وضع يعني مجرد جايين يعني ساكنين بهالكرفانات وقاعدين، كل من قاعد وحاط ايده على وجهه وقاعد، لا مساعدات لا فد شيء لا يعني شنو الزين بيه. العالم تطلع اللي عنده عامل يروح يطلع حتى يشتغل له لو يجيب له 15,000 لو يجيب شنو يصرفن؟ رواتب ما عندنا، اكثريتنا رواتب ما عندنا نهائيا ما عندنا، يعني معقوله عائله من 5 نفرات 6 نفرات يعني ما لها راتب ما لها حق راتب بهالحكومه بهالدوله هاي؟ والله وضعنا عمي تعبان يعني ماساوي لي ابعد الحدود. اطفالنا هاي اطفالنا احنا اطفالنا والله شنو اذا تشوف اطفالنا تقيس اطفالنا ويا اطفال العالم تقول هاي شلون عايشه هاي العالم هنا شنو حال يعني حال يرسى اليه يعني مو صحيح. والله البرد والمطر احنا الناس هذا اللي يقول يعني ما اقدر اوصف لك عن حاله العالم بالمطر. يعني ناس تعبانه وضعها تعبان يعني بالمطر انت شنو العالم هاي جاي لاكو بيت يحميك لاكو اي مسكن ما عندك انت يحميك من المطر. يعني لا سمح الله اذا يريد يجيك مطر يجيك مطر شويه محتمل حتى هاي الكرفانات هاي يشيلها لا تحميك ولا نطالب يعني نطالب المهم نطالب الناس تجي تشوف حالنا يعني تشوف وضعنا من ناحيه المادي من ناحيه المعنوي يعني لا ماده ولا معنوي. الناس قاعده هنا اكثرها على بساط لا عنده ماده حتى يروح يعمر لا يقدر يرجع المكان بيت ما عنده يعني مجبور اجباري يقعد هنا قاعد بالضيم هنا. هذا اللي احنا من تامل من عندكم ومن قناتكم يعني توصلون صوتنا للجهات اللي مسؤوله يعني يصل صوتنا لها بك يشوفونا حل يشوفونا شيء بفائده لنا. هذا مجمع سكني يعني مسوينا مجمع سكني واحنا ملتم به العالم ليش؟ يعني كل هالعالم هاي ما عدم اللي عنده مسكن الناس ما تيجي تقعد هنا. اللي ما يقدر يرجع المنطقه اللي بيته واقع اللي ما عنده بيت وجاي سكن هنا لا يقدر يهاجر بالمدينه وبيت ما عنده مجبور يجي يقعد بالكرفانه يتحمل الضيم يتحمل المطر يتحمل الحر حتى يجي يقعد هنا اخر ما يقعد عائلته بالشارع بخيمه لو مريضنا. والله مريضنا احنا هذا اللي يقول يعني مريضنا تعبان من مكانه ما نروح للرمادي من يصير عندنا مريض نروح للرمادي حتى نسعفه هنا تدري صحه هنا صحه ما بالنهار صدفه يجون هنا دكاتره فتره الصبح عاد حتى العلاج ذاك العلاج المطلوب ماكو. اي هاي مخيمات 18 شوف هالكرفانات مي ما بيها يعني مي سادينا من يم الجسر منك ومن هناك هم سادينا من يم الجسر يعني احنا صايرين بالوسط هذول سادين علينا وهذول سادين علينا لا هذول يفتحونه تعال اذا فتحتوه الا تجيب كتاب من المحافظ والمحافظ تروح عليه وش قد كتب بدينا ماكو توقيعات حتى راسلت الصفحه مالت عمي سادين المي علينا ده ننقل بالتناكر ماكو والكهرباء الكهرباء اللي عنده صوبه شغلها قبل طقه المحول يعني منطقه شكبره وش عرضها حط لها محاولتين ما خدم اي خدمات ماكو نفوت بالمحطات الا تاخذ بطاقتك تروح تستلم. والله النفوت بعد الحد الان يعني انا عندنا كهرباء زينه بس شنو بيها محاولات ذني اقل شيء شغل عليها طقه المحاول هذاك اليوم طقت زين ما كتلت واحد ابن عمي قبل 3 اشهر دا يسوي بالفلوزات مالته هي المحاوله نفسها طقت النتل و مي موجود بس سادينا منا هذا البور البايب مالنا روح شوف سادينا من يم الجسر ومن يم الجسر ذاك هم سادينا احنا بالوسط لا يقبل ذول يفتحون لنا اياه يقول هذول انتوا على الغربيه تروح على الرمادي يقول احنا على الغربيه ما بيفتحون وتروح على الغربيه يقول لك انت على الرمادي يعني حرنا بين ذول وذول اخر شيء عفنا قلنا تناك نشتري مي الالف ب3000 لو منظمات مساعدات منظمات فقط اذا تجي على العوائل هذول سالوا والمي يعني ليش جبت تناكر وهاي اصرف
يعني المي ما يكلف له 10 ملايين، ما يريد يوقف العراق ولا يوقف المحافظ. منا أنا كاكات أفتحهن والأنبوب على التانكيات مجرور، يعني ليش هال ما حد جاء ولا حد وصل. والله ما شافت عيونكم، شنو اللي هل تشوفون ومريضين وتعبانين وهاي هالكرفانات اللي والله كل الليل من تنطر الدنيا تظل تنقط علينا ما طلع الشمس وما جاي تحمينا. ما طلعنا من الخيام ردينا على الكرفانات، ما سوينا شيء يا وليدي. بيوتنا مهدمه ومحروقه وما ظلنا غير رحمه الله، ونريد من الخيرين يرحمونه، الله يرحم اللي يرحم. وش نسوي؟ الأمر لله والحمد لله على كل حال يا وليدي. يرحمونا يودونا على ديارنا، يسوونا مكان، يسوونا خما. نظل هيك يعني هاي 8 سنين، والله عمر واني مريضة لا أقدر لا أروح ولا أجي. وهسه أنا والله للطباء روحت للطباء واني ما عندي شيء، والله ما عندي غير رحمة الله. تراني غير أنا وهالتام 2 وشايب مريض، هاي هي، ولا راتب ولا كل شيء الله مخلجه غير رحمة الله. وهذا ما سوالف لك يا وليدي، هاي هي وضعنا مو زين، والله الوضع حيل مو زين. ما هل تشوف الوضع؟ احنا اللي تعبان، الوضع حيل تعبان، اللي ما قاعد ببيته واللي يظل مهجر ويظل يعني هيجيانه، يعني نظل هيجيانه والله مو راهمه. هاي هي شو نسوي؟ الامر لله والحمد لله على كل حال يا وليدي. الحمد لله، والله اكو عداوة شخصية 3 عندنا، 3 هذول عدانا، والله ولا صوت ولا ذنب، والله وكيلك. بس هاي اللي كان قبل عداوة انا وياه، يعني هسه اطلعها بينا. اي نعم، والله حتى ابني يحكموه 15 سنة بخبر سر، والله سوانا دمرنا المخبر السري، والله دمر المناطق كلها المخبر السري هذا. يعني ما ادري شنو هالشغلات هاي، ما ادري عداوه، ما ادري شنو هي على المخبر السري، هو يسوي هيك انا شغلاته. كرفانات 18 نازحين، ما عندي مكان تريد أرجعاني، حالة تعبانة. تعرف أنت الكرفانات تيد فرش المطار قام يخلن فوق، أنا حيل تعبانين، النفط يريدون مساعدة، كل شيء يريدون منهن. واللي ما عنده بيت، اللي ما عنده بيهم أكثرها ما عندها رواتب بتساعدهم، منين يعيش اللي ما عنده راتب؟ ما حد يساعدهم. اليوم جم مزعالهم على كل ضرب ب10,000، نقول الحمد لله والشكر، خير من الله جوز به الرزق أكثر من اللي يجن ذنيك إياها. الحمد لله، والله المدارس كرفانتهم، روح شوف الكرفانات الشبابيك فتح عليهم، وباردة ثلج. رحت أول البارحة على المدرسة، البوب فتحة، يا بهاي شلون الجهال هيجي، أنا راح يقتلهم البرد. هسه أكثرها نايمة بالفرش من البرد، تعبانين حيل تعبانين بالمجمع 18. علاجات السيارة سحبوها، كان كل ما تجون تشوفون السيارة سحبوها ودوها ب7 كيلو. يا ليش؟ والله يقولون ذولا مو خوش. يا أنا جاي أروح عليهم، ما هجست عليهم كل شيء، ليش مو خوش؟ المو خوش غير كود تهجسون علي مستمسك. تجينا سيارة كل الثنين تجي ينطون علاج للثنتين الظهر يروحون،
نوبات والله ماكو طلبيه، نوبات ماكو ما ادري شنو. زين اللي يموت ما يصل المستشفى الا يتمرض، يعني يموت قبل ما يصل المستشفى. والله وضعنا بالمخيمات هالمجموعة مال المخيم الكرفونات كنا مثل الأخوة، إيه اللي يصير علي شيء يضررون كلها الضرر، إيه وغير شيء ما عندنا هنا لا نفوت أكو ولا كله بفلوس نشتري، إيه القضايا نشتريها بفلوس، كل شيء ماكو ولا درهم الا المنظمه تجي وتجوز كل ست شهور ينطونا كل ست شهور منظفات بس كل ست شهور كرتون مال المنظفات بس صابون وتايت قضايا صفر اي صفر قضايا ماكو قضايا بس مال الوجبه اي الوجبه احنا نروح نجيبها إيه. اللي عنده مريض شلون هنا؟ المريض واكو الدكاتره يجون كل اسبوع هنا مال علاجات مال حبوب من شنو هاي ولا كل على الرمادي. الله المستعان. والله الشلاب حيل يعني مصاخة على مود الأطفال، يعني حيل يعني مذيتنا حيل، يعني حتى الأطفال من يطلعون يلعبون برا تكرم يعني حيل وصاخة. إي والله الشلاب حيل يعني مذيت. إي وأبو حيدر يعني أبو بيتي عماله وسجل ما عاطلين عن العمل، وسبحان الله ليسه ما طلع اسمه، بركت الله يعني نداعي إن شاء الله تطلع أساميهم. واي والله شو اسوي الحمد لله. والله واحد خطيه عائله حيل فقيره عضول يعني بس الابره ب 30,000 تعرف، والله حتى اطفالي ما استر اخليهم يطلعون برا من ورا الكلاب. اي والله تعرف يعني حيل مذيتنا والله، يعني من ورا الجهال يعني وصاخه حيل يعني. بس يعني نطلب يعني يوخرون لنا هالكلاب، يعني احد منظمه احد يعني شلون تعرف يعني نظام للمجمع. والله جاي اشوف معاناتنا هنا زفت، لا كنا فوط لا كفراش اللي يعني ندفى به، رواتب ماكو، حتى اللي يجي فاعل خير يتلقونا منه وياخذون هسه سجلوني ابسط شيء اليوم سجلوني على اساس اني اجي الساعه بثلاثة، جيتهم بالثنتين وواحد وخمسين دقيقه ثلاثه بعد مصايره، ورحت عليهم قلت لهم يابا اسمي مسجل لكم، كان يقولوا لي لا ماكو اسمك حطم غيري. ليش؟ كانك مش الجنسيه ما تشققها وعقطها. أقسم لك بالله العظيم بعد حقارة عندهم هنا ربعنا، يعني جنسيتي يعني يقولوا لي تعال الساعة بثلاثة وما يتقبلوني، وأنا هذا زلمتي عنده ضمور بالدماغ وراتب ما عندي وظنة ما عندي، بس رب العالمين وأقول حسبي الله ونعم الوكيل.
بيت ما عندي، ولا ما عندي لا داعش ولا ماعش، ومهجرين هنا، ما مو مهجره، ما عندي بيت، والناس طايره ورانا، ماكو ما لا مساعدات تجينا ولا كل شيء، كل شيء ما يجينا، احنا هنا منسيين، والله من المنسيين، والله انا اقول لك من المنسيين، ما ادري من الله من عباد الله، ما حد يعرف والله يابا، ما حد، ما ندري ما ندري، احنا الناشد الناس الخيره يريدهم يساعدونا هنا بفراش، يساعدونا بصوبات، يساعدونا بنفط، يساعدونا بشيء، اللي قاعد هنا هل قعدتنا هنا بهالهيمه شنو معاناتنا؟ شنو معاناتنا زفت هنا؟ المجمع هذا اريد كهرباء، اريد بارد يقتل بهم كهرباء، مو هذه الخير يعني تجي وعبا، اريد دفط، اريد كهرباء، الامور هاي المطر ايه؟ والله كل شيء ما والله ما عندي كل شيء، انا رواتب ماكو الخيرين حمزاد شويه نوب ونوب. حكومة زارتكم؟ والله ما احد جاكم احد زاركم؟ والله من جاني، والله ما حد يجي، والله لا حد يجي ولا حد يروح، ما غير رحمة الله، خلي رحمة الله احسن. شوف شو حالنا، مليانة وبزعنا من هاي الحياة، مليانة مليانة. احنا بيا وليد شوف كل المدى شوف جيبي لي مغلل، مبلولين جيبي لي مي، ماما جيب لي مي وليد، المحاميه وحكم علينا وعافونا. اي والله ضايع من ضرايبك، تريدين يجيب قرايبك، تريد يزوج عليك او تنخون، يعني هاي والله يا وليدي احنا مجمع ال 18، يعني سببها المخبر السري، المخبر السري احفى ولدنا وخلانا بهاي المعاناه، مثل دا شوف شوف شلون عايشين عيشه جحيم، بالمطار بهدله، عيشتنا بهدله، يعني من كل شيء مبهدلين، واي شيء ما شفنا وتوفر لنا اي شيء، كل ما يقولون اليوم باكر متأملين هذا الشيء وما ادري يصير، يعني لا يفعل يطلعون ينفذون العفو العام، لا يقبلون يشوفوننا بيوت ويطلعوننا من هاي الكرفونات قامت تتكسر من جوانا وتقع، والله خشب كلها خشب الله وكيلك، وبالمطر تنتن ومبهدلين بهدله، عيشتنا ضيم بضيم. شوف هاي انا خمس بنات لا راتب ولا معين وغير معيننا الله، مثل ما تشوف هذا الحال، مبهدلين لا عيشه لا راتب، ونازحين احنا بال 18 لا مساعدات اي شيء، ما شافونا، كل من يحط بجيبه وفي امان الله، ما حد يفقد الفقير ولا حد يذكره ولا حد يقول احنا شنو ذنبنا، شنو ذنبنا، بس اريد اعرف شنو ذنبنا، والله زوجي بري، والله ابني بري، ما عنده شيء، اقسم لك بالقران بريا، كل شيء ما عندهم، والله يا وليدي، والله لو بس لهم دواعش والله ما داعي بهم، والله اقول لهم عدموهم يمكم، يعني شنو جاي يسوون لنا يا مطقت رواحتنا، عمو ما ظلت الا تصدق بالله، ذاك اليوم قلت البنات خلينا نصير بالخيمه وناس تعالج ناس ونور نفسنا ونخلص، اقسم لك بالقران، ضاقت علينا يعني ضاقت الصدور من العيشه، ضاقت الصدور من المعاناه الصعبه، يعني اروح للناصريه ارجع للحله، وهم بريا ما عندهم شيء بسبب المخبر السري، يعني يقولون احنا قضينا على المخبر السري وكذا، كل شيء ما سوى، شو صبح الظلم نفس الظلم، وين المخبر السري؟ وينه؟ وين اريد يطلعوا لي اياه وينه؟ بس والله كلها كذب، والله هم مكيفين عليه وهم يريدون هذا الشيء وهم جاي يشجعون بالمخبر السري.
ساكنين قبل بالرمادي، هدم البيوت داعش وجينا، تعويض ماكو محد منطينا ولا منطينا مساعدات ولا كل شي، الله مخلجه ورواتب 100، المية شد كفي واحنا اثنين، ما اقدر اقول اوجب الذرايات تريد مثل تغسلهن واطحنهن وناكلهن، ما عدنا بس رحمة رب العالمين. بيت وحدة داعش وخلاه من 2015 جاي اسوي ذرة اطحنها وناكلها، ليش ما تقولي تطحين ب60 وب70؟ منين اللي تريد اجيبها؟ منين الفلوس؟ منين تنطيني اياها الفلوس؟ حكومتنا مو حكومتنا، دوبهم اليمن مثلات لانفسهم، يبنون عمار يبنون كل شيء واحنا نقول دايحين هنا، والله ما حد يجيب لنا مساعدات. كان قبل ابو بارق وام احمد يجيبون لنا نوبات عدسات ما ادري شين هي، من صارت هنا جيارينا ما عاد احد يجي، يجيبون لانفسهم واحنا معكم. وحتى المي هسه انا انقل من ذاك البيت، هم ويا الحكومه تجيب لان هذه المي يجيبون مي، بس الشيء هذا جيارينا شغلون الماطورات، انا ما يصعدني ما عندي فلوس تجيب ماطور، وانا اقول من هناك يا من ذاك البيت، ليش لو عندهم رحم ما يملوا التانكي، بس رحمه ما ظلت، اجيب هنا على قد فلوسي وانها ونطحنهن وناكلهن، نمشي على يقول ماني ما حد ينطيهن، انا لو نتفه كل من يقول راتبها مليون، انا يعني ستة ماني منشرها عندي راتب ما رعاية، ماني مغبي وقايل والله ما عندي 100 بالشهر. اي وانا واختي، اختي ما تاخذ راتب عندها تضمر بالكلى وسكر وعميه معشوف. يقول مرض الكلى وعلمكم بي والسكر كل علاجاتها غاليه وما حد ينطي منا هنا، لو نظل والله ابو عمي هذا قال له بيمشي بالدرب، قال له شلنا وياك للشارع ما شانه، ما عوضونا ولا ما يقول اهينا ما اسكن، يقول بالضيم حالنا اهينا، بالضيم حالنا اهينا، بالليل برد لو نظل يقول مع القين صوبات، يغدي الفراش اخضر من الكرفونات، وبالصيف هم زادينا حاره لو نظل مع القين مبردات، والله بالضيم حالنا اهينا بالكرفونات، ماكو انا لو عندي مجال لو يوقفني وقوف اقعد ببيتي، لو وقوف حتى ما يمثلات، لو وقوف يقول ما اسكن هنا، ولا لاني مطلوب الثار ولا كل شيء، الله مخلجه نطلب ثار ما احنا مطلوبين، تهدمت ذيك اياها واعطيت الكلفه يم السونار، بنوا منا 80 وبعد ما سلموهن، وبنوا منا 42 واحدة 58 بعدنا، اني من ضمن ال 58 اللي بعدهن مو مبنيات. عشتي إهاي، عشتي هيا إهاي، ها لحد ينطي لو قليت، ها هميات رحت قلت لصدام وقلت لعمر هذول صاتشي وقلت للمختار وقلت النبيل، اتضحكون علي جيبي لك ماطور، أنا من يلي الفلوس تجي ماطور. أنا ناشد الحلبوسي وناشد المحافظ وناشد القيم مقام يشوفون حل لنا، أنا من تزرعوا لي وريد تزرعوا لي تسوي لي تبليط على الشارع، أنا ما أكل ورد، أنا ما عندي راتب، أنا مصخم عيني، أنا أريد شيء أكل أجلب الورد، أريد شيء أعيش به، لا راتب عندي، لا عزا عندي، لا ظنى عندي، لا معين عندي، والكل نفس الشيء، أنا هذا الشيء كله ما أريده، أريد شيء أعيش به، شنو ورد؟ وحاطين حالنا حالة شرب بالصحراء، شنو ناكل؟ هاي العوائل ذنبها برقابت من برقابة الحكومة التعبانة، صرتوا تعبانين أنتوا، والله عندي روح ما عاد تسوالها قندرة، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله، ما يصير هيجي، ما يصير دمرتونا. أنا ما أريد تزرعوني كل منتزهات تسووا لي بحت العرق تشيه والكبسة تشيه، إحنا نريد نعيش بيه.
نوافير شيل بالنافورة أني، شيل بالمنتزهات أني، شيل بصخام. هاي قام يطققوا لي اطلاقات ناريه سنه جديده، انا على ابوكم لبحت سنه جديده، شفنا من سنه جديده، شنو بالسنه الجديده اني؟ والله سبوا هسه وبعد 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 وبعد، بعد اسب واحكي والطم واشو كتابه واطلع طايره، من الحكومه التعبانه هاي. حكومه؟ حكومه دمرتنا، ما حد يجي يشوف حالتنا هنا. والله حاطينا بيوت واطيه الكلفه، هاي مو بيوت واطيه الكلفه، هاي هجمان بيوت. اتمنى اتمنى الحلبوسي، اتمنى المحافظ يجي يقعد له دقيقه واحده بيهن ويشوف شوف المعاناه اللي احنا بيها. وضعنا تعبان، حسبي الله ونعم الوكيل. شو اقول لك يعني، شو اقول لك على وضعنا؟ وضعنا هنا بس وضعنا لا مي لا كهرباء لا نفط لا غذائيات، وحالنا حال الكليب جوا الكرفانات، كل كرفان جوا 1000 كلب قليل، ولا راتب ولا ضيم. وش تعشيت؟ تمنات. اشتعشت غديت مرقة مال معجون. هي هاي وضعية، الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، وحسبي الله ونعم الوكيل. خلي يجون محافظ يقعد مكاننا يوم، الريدة يوم من الأيام يقبلها على نفسه، هو يقعد هنا هالقعدة هاي. والله شنو نطيناكم بيوت وعطيت الكلفة؟ هي هاي بيوت وعطيت الكلفة؟ هاي مو بيوت وعطيت الكلفة، هاي دمار، والله دمار، والله دمار. أقسم لك بالله العظيم أنا هسه هاي رجلي ما أقدر منها، هذا عنده ضمور بالدماغ. خلي يجي يشوف وضعنا، قاعد يبلطون شوارع يسوون حدايق، هاي مو وضعيه، هاي والله مو وضعيه. ما اقدر احكي، ما اقدر احكي انتم مكان.